شكرا لكم مشاهدينا، ورجعنا لمطبخ الشيف ليلى باش نشوفوا الخطوات الخاصه بالطبق الرئيس لنهار اليوم، الغراتان بسباس. غراتان بسباس بالبطاطا. اوكي، اذا باش نحضروا هذا الطبق راح نحتاجوا اولا بيشاميل اللي مضارين نحضروها مع بعض. دائما نقول لكم 50 غرام تاع الزبده نذوبوها هي الاولى في الكاسرونه، نزيدوا عليها 50 غرام تاع الفرينه، راح نحركوها مده 3 دقائق على نار هاديه باش نديرو هذاك لو غوبلون، يعني باش تروح لنا الريحه تاع الفرينه ونتحصلوا على بيشاميل مليحه. اذا بعد 3 دقائق راح نبداو نرميو في الحليب دافي بشويه ونحركوا بشويه ونحركوا. راكم تشوفوا مشاهدينا في المقادير، المقادير تاعنا مخرجنا، نشوفوا المقادير. اذا كيما ذكر واللي يحب يغير البسباس يقدر يعوضه بحاجه واحده اخرى، يولي غراتان واحده اخرى، ما يوليش غراتان بسباس. بس كاين الناس اللي ما يحبوش ياكلوا بسباس، اذا بهذه الطريقه راح ياكلوه لانه مش راح يبان، وراح نديروا فيه شامبينيون، راح يكون تكون بطاطا اللي يحبوا يقليوها يقليوها، اللي يحبوا يفوروها كيما فورتها انا يفوروها. البسباس راح يكون مفور، لي شامبينيون دوك نسوطيوهم مع البصل والثوم والدجاج، والبيشاميل تاعنا راح تكون حاضره. كيفاش نديرو؟ كاين اللي يحب يخلط البسباس مع البطاطا في نفس الوقت ويفرشوا مره واحده ويدير عليه الدجاج ولا بيشاميل، او يدير كوش تاع البطاطا يدير لها شويه بيشاميل كوش تاع البسباس مع من بعد الدجاج مع لي شامبينيون ويسقيها كامل بال اسهل من هذه الطريقه ما كاش صح؟ بنينه. برافو عليك، انا نخليك ومخرجنا راح يرافقك ويشوف الخطوات كامل، وحنا نروحوا نشوفوا. عندي راني معزوم على مأدوبه غداء، طاوله غداء راح نذوق. اذا عجبني واش جابت وسيله ما ناكلش انا. يلا مرحبا وسيله. وسيله والتدبير لنهار اليوم كما راكم تشوفوا زينه الطاوله ما شاء الله عليها، كانه راهي تستنى في اربع اشخاص راح يجيوها اليوم. كيفاش؟ اذا وانا اليوم صح الموضوع تاعنا هو كيفيه طي المناديل كي يجونا الضياف. الله الله، يعني كيفاش نوروا يعني بلا ما ناكلوهم اليوم نطيو المناديل المره الجايه ناكلوهم. اذا صح لانه السيدات طلبوا بزاف هذا الموضوع هذا لطفي، خاصه تاع تلمسان، ناديه من تلمسان نحييها، يعني قالت لي لازم ديرينا هذا الموضوع. مرحبا مرحبا، ونحيوا كاع ناس تلمسان وكلي 48 يعني كامله اللي راهم يتبعوا فينا. يعني اذا نقول لهم صباح الخير ومرحبا بهم. اذا راح نوري لهم اليوم اربع طرق كيفاش يطووا المناديل تاعهم كي يجوهم الضياف، لانه على بالك العين تاكل قبل من الوقت، صافي لازم طابلات بيان كار بيان سور، لانه انا وحده كي نروحوا يعرضوني ونشوف المناديل اللي مطويه بيان فرح نقول يعني هاد الناس داروا جهد في جالي. اذا تبعوا معنا حنوري لهم الاولانيه. اوكي فوالا، نحكموا الطرشونه تاعنا هكذايا كيما راكم تشوفوا، واش ندير هكذايا نجو هنايا نحطوا. شوفي هنا لازم تكون يعني كما نقولوا نتاكدوا انها راهي متساويه فوالا هكذايا، وانتم بيدكم شغل خصنا نبلاطيوها مليح باش لو ديسان يخرج لنا مليح. من بعد هاتيك ندير هنايا هكذايا، شوفوا نبليه هنا ثاني هكذا. اوكي فوالا، ابخي نشد هكذايا باش لو بلي هذا ما يروحليش، نقلبها هكذايا. اوكي هذه يعني سهله. ومن بعد هاتيك ندير هكذا نقسمها على ثلاثه بعيني، يعني لازم كي ندورها دوروها متساويه، المراه تعرف كيفاش تقسمها، يعني هنا عينك هي ميزانك الزوج هكذا، والثالثه هكذايا فوالا. من بعد هاتيك نجيب التبسي تاعي نحطها يعني هكذايا، شوفوا. من بعد هاتيك نجيب لي كوفير تاعي نحط لا فورشيت. واو ونحط لا كويير. حبيت هالفكره فوالا، هذه سامبل كامل يعني نبداو بالدرجه باش تقدروا تتبعوا، ونحط الموس تاعي هكذايا ونخليها فوق التبسي هكذا لطفي. هذه رائعه، برافو عليك. اما بالنسبه للطريقه الثانيه كيف كيف، شوفوا هنايا نديرها سي ندير على شكل ورده، يعني نجيب هكذايا نبليه هنا هكذايا وحده هنا ثاني، لازم تاكدوا يعني ما جاتش وحده فوق وحده ولا، لازم يعني يكونوا متساويين، ومام طون راكو يعني تابلاتيو في التورشون تاعكم. نزيد هنايا هكذايا هكذا، ونزيد نجيب هدية هكذايا هكذا فوالا شويه فوالا. من بعد نشد انا هنا هكذايا ونقلبها كيف كيف على شكل معين هكذا، ما لازمش تكرفصلي من تحتايا، نعاود نفس العمليه نزيد نطويها هكذا. شوف معايا وحده زوج هكذا، وراني شد انا هنايا لازم تنتبهوا بليك لازم تشدوا كيف كيف، ثلاثه شوفوا هكذايا والرابعه هكذايا فوالا. من بعد هاتيك واش ندير؟ نخرج هنا هكذايا وحده اثنين هكذا فوالا، هاي الثالثه هنا ثاني هكذايا، تطلع لي شكل ورده. شوفوا هنا انتم تسقموا برك، ها هاي اللي كان ثاني شوفوا
عليك هنايا كما نكتشفوا وسيله فنانه ما شاء الله عليك. يسلمك. اذا هاي لك هكذايا، ومن بعد نجيب التبسي تاعي ونحطها هكذايا كما راكم تشوفوا هكذايا فوالا، ونجيب لي كوفير تاعي نحطوهم هكذا. برافو عليك. ثانية. برافو. والثالثة شوفوا هنا ثاني، نجي هنايا واش ندير؟ نحط دوكا لو كونتخيغ، ندير مثلث هكذايا كبير فوالا، هذه سهلة. ومن بعد واش ندير؟ نجي هنا نطوي هكذا وحدة ونطوي اثنين هكذايا، ونعب الثاني توجور ياك. من بعد هذيك نقلبها هكذا، نجيب هذا هنايا وهذا نطويه هكذايا ياك. وغون فورسي دوك نقول لكم راح نديرو شغل قاعدة، حد يجيك السليلة نديرو فيها حاجة واحدة أخرى. وبعدها نجيب أنا هذا هنايا هكذايا وندور هكذايا، شوف هنايا ندخلو هنا هكذايا هكذا، شوفوا تحصلوا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. من بعد أنا نوقفها، مازال مازال الخدمة. تحلو نتوما هادوما هكذايا، شوفوا مليح. راح نحل هكذايا هكذا، شوف هكذايا. باغ اكزومبل الخبز تاعي فوق ما نحطو في الكوتي ولا ندخلو لداخل هكذايا فوالا لو بان تاعي، ونحطوه هكذايا. هذا الطريقه الثالثه. برافو برافو. اما الرابعه درتي الشافه في صغرك ولا شافه؟ لا درت وين ما شاء الله عليك. اما الرابعه والاخيره ثاني، هذه سهله كيف كيف، ندير ان تريونغل لا ميم شوز. تعرفي تربطي انا تاعك انا لا كرافات كلش كلش، وانا حارم نفسي نجوز سون كرافات. اسمع كل مره نحاول شكون يربطها لي. قلنا نديرو مثلث اها فوالا هكا باش يشوفوا، ونجيب هنا ندير مثلث واحد اخر هكذا ياك، ونجيب واحد اخر هكذا صافي. شوفوا هنا هادوما اللي محلولين نديرهم قابليني، وهادوما اللي هكا نخليهم كيما راهم. من بعد هاتيك انا نطوي هكذا وحده واثنين هكذا، ومن بعد نقلبها هكذايا شوفوا مليح. ندير هذه هكذايا ونجيب اختها هنايا وندخل هنا ياك، نربطها هكذا. ومن بعد هاتيك نوقفها، انا راح نحبط هكذايا. هذا الشكل الرابع هاوليك فوالا هكذايا، وتحطوا كيف كيف هكذا لي كوفير. برافو برافو وسيله، برافو عليك. كانوا هم ليك اربع طرق تاع اليوم ساهلين، يعني ما حبيتش نصعب بزاف، وكل خطره نجيبوا حاجه جديده. برافو عليك فنانه ولا اروع منك فنانه، ابدعتي. وان شاء الله كل سيده حبت هذه الفكره، وراح نفتحوا تصويت للسيدات وش هو الشكل اللي حبيتوه اكثر شيء من بين هذا الاربع. انا حبيت هذا انا ايضا. برافو عليك وسيله. يسلمك لطفي، يسلمك. يعني في كل مره نكتشف حاجه جديده فيك. يسلمك يسلمك. ما شاء الله عليك. الموضوع اللي جاي خممتي له ولا مازال؟ سي خممت، خممت ان شاء الله حيكون حنخدموا يعني دي غوج الاف من بقايا لي غوج الاف، وكيفاش حاشاك نغسلوا لي بغوص تاع شعرنا ولي زابليكاتور تاع الماكياج ايتو. برافو عليك وسيله. يسلمك يسلمك. مشاهدينا نتمنى انكم حبيتوا واش حضرت لنا اليوم وسيله وتدبيره، واكيد راح تحبوا كل محطاتنا وفقراتنا المواليه. رايحين على محطه ثقافيه بحضور محمد موفق بعد هذا الفاصل، تفضلوا.